اتشرفت ان انا الحقت بدوره البي ام بي في مركز بيهم. بصراحه الكورس فادني جدا، واكيد طبعا اضاف لي معلومات جديده ما كنتش هقدر ان انا اكتسبها في حياتي الا من خلال الكورس. واعتقد انها من ضمن الكورسات الجميله جدا اللي يجب كل شخص عاوز يدير عمله بطريقه محترمه وكويسه. انا استفدت فعلا من الدوره هنا، وبشكر بيكام اكاديمي اللي مساعدتنا وتسهيلاتهم لينا في اثناء الدوره. اللي هياخد البريبريشن كورس اكشلي اولا اداؤه يتحسن كتير جدا في شغله، هتحميه من انه يقع في مشاكل كتير قوي كان وارد انه يقع فيها. ليه؟ لانها بتوسع مداركه، بتخلي تفكيره اشمل ومنظم اكتر، تمام، بيقدر يمشي شغله بنظام اكتر وبفاعليه اكتر، وفعلا عن تجربه حقيقيه بتحميه من انه يقع في مشاكل كتيره جدا كان ممكن يقع فيها لو هو ما يعرفش الميثودولوجي دي او النظريه دي. اعتقد ان انا بعد الكورس ده استفدت منه وبقيت ليا اكتر من منظور ببص بيه على شغلي وطريقه تاديه عملي. الحمد لله ربنا وفقني اني اخدت الكورس في بيكم اكاديمي. ان شاء الله كل الناس اللي هنا ممتازين والستاف حتى الاكستراكتور كلهم عندهم اكسبيرينس عمليه، فده فادني اكتر ان انا افهم الكورس. ان شاء الله بدو اي حد عايز ياخد كورس يجي في بيكم اكاديمي ياخد الكورس ان شاء الله. شكرا.